رأيت أن الإخوان يطلعوا معنا؟ إذا مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف سبور، نجدد الترحاب بكم هنا بمدينة فاس. معنا السي محمد موجه، حكم سابق في البطولة الاحترافية. غادي نهضروا في موضوع ديال الحكام والتحكيم وتقنيات الفار في البطولة. السي محمد السلام عليكم. أهلا وسهلا سي خالد، تحية ليك وتحية لكل المتابعين الأوفياء. سي محمد، بداية قبل ما نبداو بالموضوع ديالنا ديال أداء التحكيم والحكام وتقنية الفار، بغينا نرجعوا شوية للوراء على حسب المباراة ديال البركان والمغرب الرياضي الفاسي. من بعد ما دليتي بتصريح مع شوف سبور، الرأي العام خرج بانتقادات كثيرة حول الهدف بأنك أنت ضد بركان وهذا الشيء، هذا شنو كتقول لنا في هذا الشيء؟ هو السي خالد باش نفسره ونوضحه اكثر، لان انا التصريح ديالي انه فهم عن طريق الخطا، لان من خلال التصريح ديالي على مواج شوف سبور، لان انا قلت بانه الهدف ديال بركان بانه يفضح تقنيه الفار ويفضح النقل التلفازي، لانه انا ما يمكنش في بطوله احترافيه بالموسم الثامن ديالها، ولانها اصبحت من احسن البطولات الإفريقية، أننا مازال كنعانيو مع النقل التلفازي، وقلت لهم بأنه نتحدى أن أي واحد يقدر يثبت إما الكرة تجاوزت كاملة أو لم تتجاوز كاملة، وبالتالي هنا قلت بأنها كتبقى المسؤولية ملقاة على طاقم التحكيم شنو هي العناصر اللي اعتمد عليها في احتساب الهدف ديالنا بركان، وهذا باش وقفنا مع احتراماتي لكل الجماهير المغربية، وكنشكر مجموعة ديال الجماهير البركانية اللي تواصلت معايا في الخاص ولي تم توضيح ديال الامور، وكانت هناك واحد الانسيابيه في التعامل وواحد الاحترام لا مثيل له، وبالتالي انا كنأكد من هنايا من خلال المنبر ديال شوف سبور بانه الفرق المغربيه كلها سواسيه، بين ما عنديش الفرق بين هذا الفريق او بهذا الفريق الاخر، وانما عندما نتناول اللقطات التحكيميه نتناولها مجرده، وكنحاول ما امكن نعطيو الاضافه وكنحاول نعطيو التوضيح، وكنقول لماذا وقع ذاك الخطا وشنو كان خصو يكون باش يمكننا نرقاو بالمستوى ديال الممارسه الكرويه في بلدنا العزيز. اذا سي موجه، نبقاو ديما في التحكيم، شنو رايك في الطريقه التي يعين بها الحكام في البطوله؟ تكليف حكام لقياده مباراه او ليكونوا حكام رابعين او يشرفوا على تقنيه الفار في جوله واحده. هذه المساله انا السنه الماضيه كنت اشرت لها، وقلت بان كاين هناك نقص في الموارد البشريه، كاين نقص في التكوين، وهذا راجع بالاساس لعدم وضوح استراتيجيه العمل ديال المديريه الوطنيه للتحكيم وكذلك اللجنه المركزيه للتحكيم، لانه سابقه في التاريخ ويمكن لي نقولها على امواج سوف سبور بانه الجامعه ديال القجاع في 6 سنوات انها غيرت رئيس اللجنه المركزيه 3 مرات، في الايامات الاولى انه شرف سيفوزي القجاع بنفسه على اللجنه المركزيه للتحكيم، من بعد منها اسناد الماموريه للسي عبد المجيد بورا، من بعد منها اسندت الماموريه السي جمال الكعواشي اللي هو كان نائب سابق ديال المرحوم السي محمد الشهبي بين 2000 و2009، وهذه المسائل العمل ديالها طيل 3 سنوات هذه اللجنه المركزيه وكذلك المديريه الوطنيه للتحكيم لم تعمل على توسيع القاعده بالنسبه ديال الممارسه وديال توزيع العدد ديال الحكام على الرقعه الجغرافيه ديال المغرب، لدرجه اننا كنشوفوا بانه كاينين عصب اعدمت، لان هذا الموسم الرابع وكنشوفوا عصبه الشمال كنشوفوا عصبه الصحراء ما كنلقاوهاش ممارسه بالقسم الوطني الاول، وبالتالي كاينين عصاب اللي جايين دابا في الطريق اللي غادي نقارضوا فيهم الحكام القسم الوطني الاول، بمعنى لما تندرج واحد البلون داكسيون اللي يكون استعجالي باش يمكننا نتداركوا هذا النقص وباش يمكننا نوفروا موارد بشريه، احنا غادي نعيشوا هذه المسائل، لان كما شرتي لان ما يمكنش ان حكام اننا غادي نبقاو نستنزفوهم من خلال دابا، لان هذو 3 ديال الدورات اللي دازوا في ظرف 10 ايام، لان بداو نهار الجمعه للحد، الجمعه 8 ايام 9 ايام نهار السبت والحد هو 10 ايام، لقينا كاين حكام اللي داروا 6 ديال التعيينات كانت عندهم في هاد 10 ايام، بمعنى 2 ديال التعيينات كل 3 ايام، وكتعرف هاد التعيينات كامله ان ما تاخذه من جهد ديال التفكير ديال الحكم في المقابلات ديالو، من الجهد ديال التنقل ديال قطع مسافات كثيره باش يمكن له يتنقل ويوصل للمكان ديال العمل. المشكل الكبير هو ديال الترخيص للناس اللي كيكونوا موظفين او اللي كيخدموا في القطاع الخاص اللي كيلقاو صعوبات باش انهم يمكن لهم يتغيبوا طيله الاسبوع، هذا بالاضافه الى ان الجانب المادي والاكراه المادي ديال ان الناس
اللي كتصرف في هذه التنقلات، وان التعويضات ما كيتوصلوش بها في حينها، حتى كتمر شهر وشهرين عاد كيتوصلوا بالمسائل ديالهم. هذا بالنسبه لي انا ما يؤثر سلبا على العطاء ديال الحكام، كيأثر على المخزون البدني ديالهم. والدليل على ذلك راه شفناه في المقابله ديال مولوديه وجده مع الفتح الرباطي، الحكم عادل زوراق، لانه في ظرف 4 أيام تنقل من مراكش لاسفي، من بعد منها من اسفي الى اكادير، من بعد ما رجع لاكادير انه الثلاث كيتنقل لمدينه المحمديه، كيرجع لمراكش وكيقول لي غادي كيقبض الطريق حتى لمدينه وجده تقريبا 950 كيلومتر او 900 كيلومتر. الشيء اللي خلانا في الدقيقه 10 انه اصيب، ورغم المحاولات ديالو انه لم يستطع انه باش يتمم المقابله، وتم التغيير ديالو الحكم الرابع. هذا الشيء اللي ما بغيناهش يحصل، وبغينا ان المستوى ديال المظاهر ديالنا يكون راقي ويوصل للمستوى ديال منافسه البطولات الاجنبيه. نظركم السي موجه، واش كتشوف بان هذا النقص العددي ديال الحكام وهذا الضغط اللي كيشوفوه، هذا تمارك كما قلتي ان في ظرف 10 ايام كيدير الحكام هذه المجهودات الكبيره، وفي الاداء التحكيمي ديالو واش ما كياثرش عليه هذا الشيء؟ بطبيعه الحال، لان غادي ياثر على الاداء التحكيمي، لان كتعرف بانه الاستعداد الذهني والاستعداد البدني للمقابلات، لان ما يمكنش ان راه واخا كيكون حكم رابع او لا كيكون حكم ديال برا، واخا جالس في كرسي، ولكن راه كياخذ منه واحد الجهد ديال التفكير، واحد الجهد ديال الاستعداد، بمعنى كياثر عليه. هذا اضافه على الجهد البدني اللي كيديروا الحكم، لانه باش تجي دابا مثلا كما عطينا المثل بالسي عادل زوراق، دابا مثلا في هذه التنقلات غير ديال هاد 4 أيام تنقل مثلا في 5 أيام تنقل 4 ديال المرات، فوقاش غادي يتدرب هذا الحكم؟ فوقاش غادي ياخذ قسط ديال الراحه؟ فوقاش غادي ياخذ لا ريكوبيراسيون ديالو باش يمكن له يوجد المقابله اخرى؟ بمعنى هذه المسائل عندها تاثير على العطاء العام، على الجو العام، وبالتالي كنشوفوا القرارات اللي كتكون متضاربه في مجموعه من المقابلات، كنشوفوا المستوى التقني ديال الفرق المغربيه ارتقى اكثر، ولينا كنشوفوا مقابلات جميله، ولكن ولينا كنشوفوا في الاكراه ديال العطاء التحكيمي انه كيطرح اكثر من علامات استفهام، وكنشوفوا ان التحكيم الذي هو الذي اصبح يطرح الجدل في البطوله الاحترافيه. اكيد تفرجتي في البطوله في المباراه ديال الماس ويوسف ياسر الرشيد، كان الطرد ديال اليمي اللي خرج التصريحات اللعيبيه وخرجوا اليمي بيدي، خرج من سولناه شنو السبب ديال الطرد، قال لك الحكم ما فهمش اللغه الانجليزيه، شنو الراي ديالك هذا؟ والحكم ما عندهمش لغات، ما كيعرفوش اللغه الانجليزيه بحال الفرنسيه، كيتعاملوا مع اللاعبيه الافارقه بالفرنسيه، اما اللغه الانجليزيه هو طرح مشكل وطرح في اليمي مع الماس. انا هذا السؤال مهم سي خالد، وهنايا انا كان من المنبر ديال شوف سبور كنحيي الاستاذ الفاضل والسي ابراهيم الفلكي اللي هو قيدوم الصحفيين المغاربه، واللي هو كيدير دابا الناطق الرسمي ديال اولمبيك اسفي، اللي كنطرح هذا الموضوع ديال اللغات بالنسبه للحكام، لان كان شال واحد المساله اللي مهمه، واعتبر بان الحكام بانهم سفراء ديال الدول ديالهم من عندما يسافرون الى بلدان خارجيه، لان الحكم اللي ما كانش متمكن من اللغات باش يمكن له يتواصل وباش يمكن له يعطي واحد الصوره مشرفه على البلاد ديالو، فهذا وهذه من المسائل المهمه واللي خاص تعكف عليها المديريه ديال التحكيم واللجنه المركزيه للتحكيم، لان حكام باش انك الحكام يقودوا البطوله الاحترافيه وكذلك يكونوا مؤهلين باش انهم ياخذوا الشاره الدوليه، فانا خاص تصبح المشكل ديال اللغات مطروح بشكل اساسي. غير باش نرجع للقضيه ديال اليمي، لانه حتى التصوير ما عطاناش واحد الصور اللي هي مقنعه، ونشوفوا حتى الحوار اللي دار بين الحكم السي بوسليم وكذلك اليمي ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي. المساله الثانيه هو انه حتى باش نشوفوا واش الحركه اللي دار واش فيها احتجاج بالقول او بالفعل باش دخل الانذار الثاني وتطرد، حتى التصوير لم يساعد. وهنايا انا ما يمكنليش نعتمد فقط على التصريح ديال اللاعب اليمي وعلى اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي، خاص يجيبوا الاستماع للطرف الاخر اللي هو الحكم، لان باش يمكننا ناخذوا نستقيو تصريحات كامله باش يمكننا نخرجوا بواحد القرار معين. ما دمنا اننا كنسمعوا فقط لطرف واحد ما يمكنناش نصدروا واحد الجزم في الواقعه، وبالتالي ان حتى التصوير انه ما ساعدش وما عطاناش الصور باش يمكن اننا ناخذوا واحد القرار ونشوفوا واش الحكم كان محقا في توجيه الانذار الثاني للاعب اليمي او لم يكن محقا. حالة نقص ديال الموارد البشرية ديال الحكام وان ما عندهمش تكوين في اللغات، علاش ما يمكنوش يستعنوا باجانب حكام اجانب يسيروا البطولة ويسيروا المباراة؟ هذه البادرة كان دارها السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية السنة الماضية،
اللي كانوا في 5 ديال المقابلات اللي كان سند المهمه ديالهم للقياده ديالهم لحكام اجانب، كانوا 2 ديال الحكام السنغال اللي هما ماغيت نضاي وعيسى سي، كانوا 2 ديال الحكام من الشايقه مصر اللي هما جهاد قريشه ونور الدين ابراهيم، وكان الحكم من الشايقه الجزائر اللي قادوا اسندت لهم القياده ديال هاد السنه. راه كتعرف الظروف اللي جات ديال 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 كوفيد وديال التنقلات وديال الاجواء اللي هي مغلوقه، وانا على يقين بانه من غادي تشد الصراع على البطوله بان يمكن نلتجئوا للحكم الاجنبي، لان انا ما كنظنش ان الحكام ديالنا غادي يمكن يمشيوا بهاد الوتيره ديال عدد المقابلات اللي غادي يكون في هذا الاسبوع، ديال هذه الوتيره ديال التنقلات، لان بالنسبه لي غادي تستنزف هذ الحكام، غتوقع اصابات، غتوقع توقيفات، ولا قدر الله كاينين الناس اللي كيعانيوا في المشاكل في العمل ديالهم في الوظائف ديالهم، لان مهددين اما بالتوقيف ولا بالطرد ديال من الوظائف ديالهم، لان ما يمكنش انه حكم غادي يبقى طيله الاسبوع هو غايب على القسم ديالو او لا غايب على العمل ديالو، فهذه كطرح لنا اكثر من عمل استفهام، وخاص الناس ديال المديريه ديال التحكيم والناس ديال اللجنه المركزيه ديال التحكيم والناس ديال الجامعه باش انه تراعي هذه المساله ديال الحكام وديال التراخيص ديال التنقل ديالهم وكذلك ديال عدد المقابلات، لان ما يمكنش انه حكم انه يبقى دائما غايب لمده ديال شهر او على العمل ديالو، لان هذه المساله من تم الناحيه الاخلاقيه غير مقبوله، لان خصنا نراعي الظروف ديال الحكام والظروف ديال الاقامه ديالهم والظروف ديال التنقلات ديالهم. اكيد خويا موجه تحيه لك. بغينا نعرفوا بالرغم من وجود تقنيه الفار والتحكيم مازال في المغرب كيتلقى انتقادات بسبب الحالات التحكيميه كثيره، شنو الراي ديالك هادشي؟ هذه المسائل اللي طرحناها والسنه الماضيه كنا ناقشناها على امواج شوف سبور، قلت بانه المرحله ديال الاياب اللي شهدت الدخول ديال التقنيه ديال الفار البطوله ديال السنه الماضيه خاص الوقوف عليها والتقييم ديال التجربه ونوقفوا على اوجه النقص اللي شابتها باش يمكننا نطوروها للمستقبل، لان هذه المسائل ما وقعاتش، والدليل على ذلك لان التقنيه ديال الفار الفلسفه ديالها لماذا وضعت؟ وضعت باش انها تساعد الحكم باش تسيبورتي الحكم. دابا حنا كنحسوا في البطوله ديالنا عندنا 2 ديال الحكام، عندنا الحكم وعندنا الحكم ديال الفار، في الوقت اللي المشرع كيسميه الحكم المساعد الفار، بمعنى حتى هو تحت سلطه الحكم. هنا كنشوفوا ذاك الشد والجذب بين الحكم وبين الحكم ديال المساعد ديال الفار، كان كل واحد كيحاول يلقي باللائم على الاخر. إذا كتلاحظ بعض الخطرات كتشوف الحكم ديال الفار كيحاول الحكم ديال الساحة كيحاول يدير يديه على ودنيه باش أنه باش كيوهمك بأنه راه كيتكلم مع الغرفة ديال الفار، بعد الخطرة في لقطة كيتاخذ قرار كنشوفو من بعد 4 ولا 5 ديال الدقائق كتدخل الغرفة ديال الفار وكيناديو على الحكم، هنا كيوقع تضارب ديال المصالح، بمعنى هنا خص المسؤولية عند الناس التقنيين عند المديرية ديال التحكيم اللي توقف على هذه المسائل وتحاول باش أنها تعوض هذا الخلل، تصلح هذا الخلل الواقع في 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 استعمال هذه التقنيه في البطوله وتعطينا الاضافه، بالاضافه الى واحد المشكل كبير اللي هو المشكل ديال النقل التلفازي وديال وضع الكاميرات، استعمال الكاميرات اللي ممكن تساعدنا وتعطينا زوايا ديال الرؤيه اللي تكون اوضح، زوايا ديال الرؤيه اللي تكون ابين بالنسبه لنا باش نتخذوا قرارات. هذه المسائل كلها معيقات يجب الوقوف عليها، وسبق لي ودرت في تدوينات كثيره قلت يجب مراجعه التكوين ديال الفار ويجب مراجعه حتى البروتوكول اللي كيتم الخلق ديالو هنايا في المغرب باش يمكننا نلقاو بالمستوى الممارسه الكرويه في المغرب، ويمكننا هذه التقنيه ديال الفار ان تعطي المامول منها وتعطي المرجو منها وتكون اضافه ايجابيه ما تكونش اضافه سلبيه في البطوله ديالنا. نرجع للكاميرات كما ذكرتي لي، واش التصوير والكاميرات اللي كيتكون في الملعب كيأثر على التحكيم؟ بطبيعه الحال، لان حتى بالنسبه للحكم المساعد ديال الفار لاحظت حتى بعض اللقطات والاعاده ديالها ما كتعطيكش ديك الزاويه الرؤيه، والدليل على ذلك حنا رجعنا للهدف الذي احتسب لنا ضد بركان ضد فريق المغرب الفاسي، ولا كذلك الهدف الذي احتسب للوداد ضد فريق الدفاع الحسين الجديدي، ما عندناش صوره واضحه اللي تبين لك واش الكره تجاوزت كامله خط المرمى او لم تتجاوز، لان حنا بالنسبه لنا حتى الكاميرات ملي كتكون انها مزوميه مزيان وكتكون الزاويه ديال الرؤيه واضحه، حتى الحكم ديال ملي كيمشي كيعيط للحكم المساعد ديال الفار كيمكن له يشوف اللقطه وكيعاودها، وبالتالي كيمكن له ياخذ واحد القرار بنسبه 100% كيكون صحيح وكيكون مقنع للجميع، لان الزاويه تاع الاعلام او الصوره كتكون ابلغ وافيد بالنسبه حتى للمشاهد كيولي كيقتنع بها. في الوقت دابا اللي كنلاحظوا حنايا في تجربتنا ديال الفار ولا الفار كيدير بوليميك في البطوله ديالنا، ولاو مجموعه ديال اللقطات
ما كتلقاش ديك الزاويه ديال الرؤيه اللي هي واضحه واللي تعطيك اللي هي صوره انقى بالنسبه للنقل التلفزي. سي موجه واش في نظريتك كتشوف بان تقنيه البارح حلت المشاكل ولا لا؟ انا بالنسبه لي حلات بواحد الجانب مجموعه ديال المقابلات كان التدخل ديالها وكان التصحيح ديال الاوضاع في الوقت ديالها في الوقت اللي انها بقات غامضه في مجموعه من الاخطاء لان لاحظتي الشيء بالشيء يذكر. شوفوا هذه السيمانه كانوا جوج تدخلات جسيمه اخطاء جسيمه اللي كانوا كانت وحده في المقابله ديال اولمبيك اسفي مع فريق الوداد الرياضي وشفنا التدخل ديال السعيدي على خابه واللي اللي 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 اصيب اللاعب خابه وتم التغيير ديالو والحكم يلا اكتفى بالانذار سير دوان جيد ولم يتدخل الغرفه ديال الفار لتنبيه الحكم لهذا في الوقت اللي غادي نشوفوها في مقابله ديال تطوان مع فريق الدفاع الحالي الجديد غنشوفوا التدخل ديال قرناص انه هو خا وجه له الحكم الانذار تدخل الحكم ديال الفار في وقته وفي حينه ونادى على الحكم اللي مشى راجع اللقطه واشهر الورقه الصفراء في وقتها. هنا كيبقى حتى العنصر البشري الذي يتعامل مع التقنيه ديال الفار الذي يعيش الاجواء ديال المقابله وكيكون متبعها بالجوارح ديالو مع الحكم لان باش يمكن له يخرجها لبر الامان ما كنشوفوش ذاك الشد الحبل ذاك الجذب والجر بين الحكم والحكم ديالو المساعد في الفار. نبقاو ديما في الفار في تقنيه الفار. سي موجه مؤخرا درتي واحد التدوينه على صفحه ديالك المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتقول بان وصفتي مغربه الفار، ما شنو بغينا في الرؤيه ديالك تشرح لنا مغربه الفار؟ انا مغربه الفار هو انه ولينا كنحسوا باننا عندنا جوج ديال الحكام، ما عندناش حكم وحكم مساعد ديال الفار، ولينا بحال اللي كتحس جوج ديال الاراء كاين، ولينا ذاك الشد الجد، في الوقت اللي كنشوفوا في بطولات اجنبيه ان الحكم ديال الفار يتدخل نادرا وما يتدخل الا باش يدعم الموقف ديال الحكم، القليل فاش كانه كيتدخل وكيصحح. حنا ولا عندنا بالنسبه للفار ديالنا بحال اللي عندك ستيلو احمر، ذاك الحكم المساعد ديال الفار شاد ستيلو احمر وغادي كيصحح الحكم تابعه بعد كتشوف حتى في لقطات عاديه كنضيعوا فيها دقيقه ودقيقه ونص بالاتصال بيناتهم كيهضروا عليها في الوقت اللي كتكون انها دازت ان ابيرسي دوك اللقطات غير مؤثره ما فيهاش، وبالتالي انها الفلسفه التي وضع من اجلها الفار هو مساعدة الحكم هو دعم الحكم وليس باتباع الحكم ووضع قلم احمر لتصحيح الاخطاء ديالو والهفواز ديالو في كل دقيقة وكل حين. سؤال قبل الاخير سي موجه بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالك في الطريقة اللي كيتوظف بها الخط الوهمي في المباراة؟ انا بالنسبة لي هي طريقة مخجلة بالنسبة لي وغير باش نحيل واحد المساله لان انا اشتغلت رفقه الاعلامي المتميز سي اسامه بن عبد الله في قناه الرياضيه وكان انا ذاك في 2011 2012 كانت تم اقتناء تجهيزات متطوره جدا بالخصوص التي تخدم التقنيه ديال التسلل وكانت كتعطيك التسلل بواحد الدقه متناهيه وما عرفتش انا لماذا تم التخلي على هذه الاجهزه لماذا تم الاجهاز على هذه التجهيزات لان انك تعطينا واحد الخدمه كبيره لكره القدم الوطنيه وغيمكن لها تزداد لان فاش كانت استعملت واحد الدوره ولا جوج دورات لان فضحات الحكام المساعدين خصوصا في التسلل يمكن كانت جهات معينه انا كان عندها الغرض انها باش انها تجهز على هذا العمل وعلى هذا وبالتالي انا بالنسبه لي ما في جوج ديال المقابلات لا في المقابله الجديده والوداد ولا في المقابله ديال الجيش والزمامره الطريقة التي وضع بها الخط الوهمي أن بالنسبة لي أنه تثير الاستغراب أن تثير الشفقة وأن تثير حتى الاستفزاز بالنسبة للمشاهدين لأننا في حاجة إلى نقل تلفزي يكون متطور إلى صورة لتكون حضارية ولتحترم مشاعر المتابعين باش يمكن لنا نرقاو بالممارسة ديالنا. سي موجه سؤال اخير بالطبع غادي تكون شنو الاقتراحات اللي يمكن باش مابقاش يوقعوا هذه الاخطاء التحكيميه في المباراه؟ هو الخطا التحكيمي غادي يبقى دائما وارد ولكن ان تفاديا لبعض المسائل اللي غتساعدنا الحكام يجب التفكير بسرعه في وضع خطه مستعجله لتوسيع القاعده بالخصوص اننا نديروا تكوين ديال الفار باش ان تتاح لنا الفرصه باش يكونوا حكام رابعين يكونوا حكم رابع باش انهم ما نتقلوش الكاهل ديال الحكام ديالنا بعدد ديال المقابلات وبالتالي نستافدوا من هاد الحكام تقريبا 17 او 19 اللي عندنا ونحاولوا ندبروا بهم البطوله الاحترافيه بشكل افضل وبشكل ارقى باش نخفوا عليهم المسؤوليه. المساله الثالثه يجب التكوين والتكوين المستمر استخدام اللي نشهروا عليه لاننا بالنسبه لي كيبان حتى من خلال التدريب الوطني ديال الحكام ما يمكنش ان يلا كانوا 8 ديال الحالات او 10 ديال الحالات
اللي كانوا ديال الفار اللي تمت المناقشه ديالهم ديال الحكام بعينهم، يعني حكام اخرين ما كتديرهمش، وبالتالي هنا كتكون داك شويه ديال المحسوبيه في هذه المساله. ومن هناك اولا كنخافوا من بعض الاسماء ما كنبغيوش نثيروا اللقطات ديالها، وبالتالي انه التدريب الوطني هو كيكون لحظه ديال المكاشفه، لحظه ديال التوضيح، لحظه ديال جلد الذات باش يمكننا نوقفوا على الاخطاء ويمكننا نستشرفوا المستقبل باش يمكننا نديروا. الا ما تبعناش هذه الطرق ديال التكوين وتوسيع القاعده عبر التراب الوطني، ما نبقاوش فقط انه التحكيم منحصر في واحد المنطقه معينه اللي كنعطيهم دائما الفرص ان باش يرتقيوا للنخبه، في حين يتم اقصاء لعصاب اخرى، فما غيمكنناش نلقاو الممارسه التحكيميه، وما غيمكنش نوصل لواحد المستوى اللي اعلى. لان ما ننساوش السي خالد بانه راه المغرب، راه المغرب دائما اكررها، راه الاسم المغرب منقوش في الذاكره ديال الاتحاد الدولي ديال الفيفا، انهم بين 13 الجنسيه التي قادت النهايه ديال كاس العالم في شخص الراحل سعيد بن القولة اللي كنترحموا عليه. بمعنى احنا راه حنا من الدول الرائده، يعني يجب ان نسعى دائما لنبقى في المقدمه وان نستثمر هذا الارث التحكيمي باش يمكن لنا نستشرفوا المستقبل. لان ملي كنمشيو الحكام ديالنا كيمشيو لدول اخرى ولا كيمارسوا، دائما كيجبدوا لهم سعيد بن القولة والحكام الاخرين. ولكن هنا باش يمكننا نحافظوا على هذا الارث خصنا العمل، والعمل باش يمكننا نوسعوا القاعده اكثر، باش يكون عندنا تكوين في المستوى وتكوين من الطراز العالي، باش يمكننا نسايروا البطوله الاحترافيه ونعطيو واحد المنتوج اللي هو ارقى واحسن. اكيد خويا محمد، اكيد تحيه ليك وتحيه لكل متتبعي قناه شوف تيلي. مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافه هنا في قلب المقر ديالك. وانا كذلك ممتن لشوف سبور والاخوان المشرفين على القسم الرياضي، وما ننساش انني باش نوجه تشكرات للسيد المدير العام الصديق والاخ ديالي، لانه دائما كيسعى لتطوير الممارسه الكرويه، كيحاول ما امكن انه باش يفتح المجال. شوف سبور انه ولات من القنوات الرائده، من القنوات المتميزه اللي كتسعى دائما انها تقلب على الخبر فين ما كان، باش انها ترقى بالمستوى الكروي ديالها. وما يمكن لنا الا نكونوا في جنب الاخ والصديق ديالنا المدير العام ديال شوف تي في، باش يمكن لنا نقدموا المعلومه برقة التجليات ديالها بكل تجرد، بكل توضيح، وفي خدمه كافه الفرق الوطنيه. تحيه لكم جميعا. تحيه لك خويا مجاهد. اذا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحه الرسميه شوف سبور، كنتم معنا في حوار مع السي موجه السي محمد حكم سابق في البطوله الاحترافيه. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.